حكومة الصوماليلان أي مركلة كعري سي إن عيد ما كتر سن ما ملقبلات كبدلان أي كذا قال لهم يان مقالة الله سبحانه وتعالى حرم تقبل كصل ومدحونها الصوماليلان أو ما أنت هب كمقال كيوم مقال كه الله يقان فيديو كونفرنس لا يشي وزير الدولة ها أريمها أفريقيا إدل كيو ك أي الله جا وده هذلي حالة مقالة الله سبحانه وتعالى يولي بنا أريمها الدور شوي ك وقورينا مدحونها جمهورية الصوماليلان أي وزير الدولة أريمها أفريقيا أيو كي أقوار بحيي حالة دا مقالة الله سعانو دا إساقونا الشيغي إنه كحكومة أهان ديارو يهين إن حلوار لغا قارو حالة دا مقالة الله سعانو دا وحانا الشيغي إنه أرين تاسي عقباتكو يهين ما ملقبلات كبودلان عيدا مدو دا كسوغان مقالة الله سعانو دا وقورينا مدحوينها قرنك الصوماليلان وحا او وزيركا اوغا حق ورمي ارمها حالة الله سعانو ديو هالكا اي حكومة دو كتاغن تهي اي سيدي حال نباداد او وارا لوغا قاري لها حكومة دي سنو اي مروال باد ديارو تهي حبت توچين بلا شروطة سيدا اي مروح رو ريكار نواجي ساي مدحوينها او هاد الكيسة سيو وطايا بيش عالم كوغو باقاي ان ما ملقبلة اتكبودلان اي صوماليا اي كو امران ان اي عيدة مدو دا كلب حدو قده الله سعانو ديو قده حدودها الصوماليلان تاسي او شيغي مدحوينه اسلام مركاسينا وسيركا وعديي ان عقبد يا فدنا كتهي الدادالدا حلك لوغو رادين ايو مقالة الله سعانود مدحوينها ايا شيغي ان قرنك الصوماليلان كاقو انتهي ان الدفاع دو الدلكي سا اي حدوده سا سيدا ودامدا كلايا ادون كو اي واجب او كتهي ان الدفاع دان حدوده دا danka kalena madaxweynuhu waxa uu uga warbixiyay wasiirada dawladda hawlaha doorashooyinka isagoona sheegay in xukuumadu ay hore u diyaarisay wixii kharashaad kaga aadana doorashooyinka isla markaasina ay hadda diyaarisay kharashkii lagu qaybin lahaa kaadharka codbixiyasha oo sida la filayo bisha Juun horantida ay qaybin doonaan komishanka doorashooyinka qaranka waxana ay xukuumadu intaas ku dartay inay soo horeynayso doorashada ururada isla markaasina ay ku xigeyso doorashada madaxtooyada waa sida uu hadalka madaxweynuhu u dhigay gabagabadiin wasiir dawladda arrimaha afriqa ee dalka UK ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay kala shaqeeyaan xukuumadda Soomaaliland xaaladda magaalada Laascaanood iyo waliba arrimaha doorashooyinka Cabdiraxmaan Ciige Horyaal TV Hargeysa